هو بيعرف يسدي النصائح، الناس بتثق في رأيه لأن عقله ما شاء الله. هو كمان زي الجدي في الحتة دي، بياخدوا بالهم من الحاجات الناس الطبيعية ما بتاخدش بالهم منها. خلينا نكون فير، ده نوع من أنواع الذكاء النادر الصراحة، أذكياء فعلا. ودايما الدلو لازم يكون هو السلطة، السلطة بتنبع من عنده، هو القائد. دي حاجة مش سهلة يا دلو، لازم تستعملها كويس، ما تسيئش استعمالها بمعنى أصح. خليني ألخص القراية بسرعة. في معافاة يا دلو، زي ما قلت، الناس اللي كان عندهم سحر أو حسد أو حالة نفسية سيئة أو أي حاجة من تعب عضوي، إن شاء الله بيطيبوا وبيخفوا وبيبقوا أحسن إن شاء الله. في فلوس جاية لك من شخص كبير، في هنا حيرة من حاجة وأنت مركز في حاجة ومش واخد بالك من حاجة مهمة بتحصل وراك. خلي بالك في علو شأن وحالة يعني تحفيز، والناس مبسوطة بيك وفخورة بيك جدا. اصبر، الصبر مفتاح الفرج. اصبر على المنافسة اللي انت فيها دي، عندك منافسة شديدة يا عيني، وانت واضح ان انت متوتر. حاول تستعيد التوازن بتاعك وتستعمل ذكائك المعتاد يا دلو، محدش يقدر يقف قدامه الصراحة. الدلو من اذكى الابراج، من اذكى الابراج فعلا. استعمله بدل التوتر، حط ده مكان ده. فاهمين قصدي؟ داخل على حاجة جديدة يا دلو، حاجة انت ما كنتش متعود عليها وطريقها طويل. انت ادرى بالحاجة دي. نخلي بالنا الوارنينج، هذا البورس شخص قريب منك وبيتغذى عليك، اوكي، وبينصحك نصايح مش كويسه، او على الاقل مش بيتمنى لك الخير. نخلي بالنا، وزي ما قلنا اعدائنا يكونوا اقرب من صحابنا. لازم تحط تحت عينك كده وتبقى فاهم وعارف ان هو مش بيتمنى لك الخير ومع ذلك موجود. ايه الجمال ده؟ برضو طلع له الامبراطور. مفيش فايدة. الدلو عزة نفس، يعني هو شايف نفسه شوية في سن غرور، بس هو شخص يعتمد عليه وعنده كبرياء طبعا وعزة نفس زي ما احنا عارفين. ما ينفعش تدوس على طرف للدلو، ما ينفعش. بس عنده ايه بقى؟ الصحة فيها تحسن، صحة كويسة، في حالة مرح، حالة أمان، حاسس بأمان. زي ما احنا شايفين كارت الشمس من أقوى الكروت، طاقته قوية جدا، طاقة الشمس يعني طالعاله، عنده طاقة حلوة جدا، عنده حاسس بأمان، متحوط بسور، بيتصرف بعفوية، وفي لعب وفي في حالة انبساط الحمد لله، وحالة نجاح طبعا، ده بيدل على الصحة وعلى النجاح. تمام. الناس بقى اللي عايزة ارتباط، لأن الدل فور اوف وانز اهو، فور اوف وانز ده احتفال، اجازة، خد اجازة اللي محتاج اجازة، او ممكن يكون ده زواج، احتفال بزواج، يعني في ناس هيتم زواجها ان شاء الله، او الناس اللي تم زواجها وحاسه ان هي محتاجه اجازه، بليز روحوا اجازه، ده الوقت المناسب جدا ان انتوا تاخدوا بريك وتاخدوا اجازه قبل يعني ما تبتدوا شغل جديد، ترجعوا للشغل الجديد يعني. صبر برضو، اداله هنا شكل المرحلتين، صابرين على حاجه، في حاجه عامله لهم عبء وصابرين عليها ومستنيين، هم مستنيين حاجه، يمكن تكون تطور مادي، ولو ده اللي انتم مستنينه ان شاء الله هيحصل في تطور مادي. ده كينج اوف وان اوف بنتكلز، كينج اوف بنتكلز، تطور كويس جدا في الحاله الماديه وحاله اكتفاء، وكمان هتبتدي بيوصف انك شخص سخي وكريم، كمان هتدي حاجات لناس محتاجه يعني. برافو عليك يا دلو، حاجه كويسه جدا جدا. برضو الدلو عنده حيرة في قرارين، محتار ياخد قرارين، القرارين دول شبه بعض. إجابة الكارت ده تمشي ورا إحساسك يا دلو، امشي ورا إحساسك، الإحساس هيقول لك عليه. وبرضو على فكرة الدلو عنده الموضوع ده، إحساسه دايما بيكون صح. بعد ما تاخد القرار ده، أنت هتدخل في مرحلة جديدة وهتكون يعني متطلع لها جدا جدا جدا، وهتسمع خبر حلو.
في خبر حلو جايلك يا دلو، انت كنت مستنيه مستنيه بفارغ الصبر. ان شاء الله هتسمع الخبر الحلو ده. الموضوع ده ليه علاقة بجواز انا مش عارفة، او عودة حبيب قديم، او عودة صديق، او عودة حد انت قريب منك جدا، هيرجع يتواصل معاك تاني وهيقدم لك شيء. يمكن ده اللي انت كنت صابر عليه. برضو الامبراطور الحاكم، انت اللي بتؤمر تطاع، بتحب يسمع كلامك في كل حاجة، وكمان انت اللي عليك عبء المسؤولية، انت المسؤول الاول والاخير. سواء بقى حطوا الموضوع ده في اي حتة، اخ كبير في وسط اخواته، زوج وبيته، يعني جد كبير، هو ده المسيطر وهو ده اللي بيتسمع كلامه، وهو كسب المكانة دي من خلال مسؤولية اللي هو شالها. حاجة حلوة جدا يا دل، احتفالات، جوازات، شمس طالعة، صحة حلوة الحمد لله. صابر على شيء وهيجي لك حاجات حلوة قوي، خبر حلو، بداية جديدة حلوة جدا انت متطلع لها قوي، عودة حبيب قديم او صاحب قديم او قريب قديم يودك ويعني يبادلك شيء، حيرة من موضوع ما، بس الحيرة دي امشي ورا احساسك فيها يا دلو، ان شاء الله احساسك هيدلك على الاجابة الصحيحة. ادي المجموعة الثانية لبرج الدلو، القراءة العامة. هنشوف دلوقتي كام دقيقة كده برضو، ونشوف الحالة العاطفية اخبارها ايه. القوس لسه ما قلناش القوس، افتكر لسه تعرف شيء واحد، هو امتى تجاوبي على كومنت؟ حبيبتي بجاوب على الكومنت بعد ما بخلص القراءه، ما ينفعش ازاي هقرا حاجه وارجع ابص على كومنت بالعقل، يعني اخلص القراءه وارد. ابعتي لي هنا دلوقتي واقرا لك. امان وفرح، ما فيش الكلام ده خالص حضرتك، ليه كده يا برنسس؟ بس ان شاء الله ربنا يبعت لك حاجات كويسه، تفائلي بس كده، تفائلي. وعليكم السلام اميره، اهلا. اخيرا يا ايناس. ايه ممكن الاسد ياكل لوبيا بلبن؟ اوكي، عشان دي مصحة يعني. اوكي ماشي. الحوت مقول موجود دائما في الصفحة حبيبتي، والجدي هنقوله قريب جدا يا ملاك. ايوه بالظبط كده يا هشام، هو ده احمد زكي، برافو عليك، ميرسي جدا لذوقك. اوكي ده منشن، ماليش دعوه بيه، اتكلموا زي ما انتوا عايزين مع بعض. حبيبه قلبي يا منى ازيك؟ الجدي حاضر قريب جدا. القوس انا زعلانه قوي، من غير ما تزعلي يا فرح، ان شاء الله هنقول قريب قوي قوي قوي، ولا تزعلي خالص. لا، مش بعرف ايه اللي هيحصل ولا حاجه، احنا بنلعب هنا، احنا بنلعب. ده مين قال لك ان انا عارفه حاجه؟ انا ما اعرفش حاجه خالص. طب بص، انا كنت سايباك تقول كل اللي انت عايزه وتنتقد زي ما انت عايز، انما تقول عليا كفره، خد انت بقى الذنب ده وتفضل طير من هنا. مش من حقك تقول عليا كفره خالص، انت دخلت جوايا عشان تعرف انا مين، ممكن اكون احسن منك 100 مره عند ربنا. باي. يلا نشوف الحالة العاطفية للمجموعة الثانية. ميرسي يا إناث قوي، منتظر حبيبي، يا رب يرجع لك يا نورة يا رب. اوكي قسمتهم ثلاثة علشان يعني تكون اقرب، يعني يكون عندنا معلومات اكتر، انما لو قلت البورد كله على بعضه في قراية واحدة مش هيبقى فيه تفاصيل كتير. دي فرحتيني ان شاء الله يا كاتوشا، باذن الله حبيبتي. ممكن اعرف لون شعرك ايه ولون صبغه رقمك ايه؟ طب نانو انا معلش سوري يا اولاد، ده موضوع مش هيهمكم خالص، لون شعري الدرجه انا مش عارفاها يا حبيبتي، بس انا عارفه الاسم، اسمه سوندري، يعني هتروحي للكوافير بتاعك وتقولي له عايزه اعمل سوندري، بس هو من البنيات، يعني احنا بنيات،
بشكرك يا يا عماد، بشكرك قوي. دكتور يوسف حاجات صح كتير عن جورجي. اوكي ميرسي يا ديرة على المنشن وعلى الكلام الحلو ده. طيب اتأخرنا على القراية، نبتدي دي القراءة العاطفية للمجموعة الثانية. برج الدلو. احمد يا ترى اخترت القراءة الخاصة بتاعت النهاردة؟ كويس قوي. الله الله الله، ليه كده بقى؟ دي المجموعة التانية، صلوا بينا على النبي، وزي ما قلت لكم خدوا الكلام ده ورموه في البحر، ما تسمعوش منه حاجة خالص، إن شاء الله يكون غلط ويكون كل اللي بقوله ده زي ما قال الأستاذ اللي اتعمل له بان من شوية إنه ده أي كلام، هو فعلا أي كلام. إيه اللي ظهر هنا ده بقى؟ ده الدلو في حرب، واضح إن هو في حرب، بس بيكابر حرب مع شريكه، مش حرب بره، هو حرب مع شريكه. وبيكابر وعايز يبين انا ولا يفرق معايا، بس هو من جوه مش كويس. يعني هو لو اظهر لك ده فهو مش كويس، هو من جوه تعبان. نفسه في ايه؟ The High Priestess، يعني الهاي بريستس دي معناها انه يا اما في سر بينفضح، في حاجه شريكه مخبيها عليه نفسه يعرفها، نفسه السر ده ينفضح، او نفسه العلاقه يكون فيها شويه قدسيه، يكون فيها ثقه اكتر، او فاهمين قصدي؟ في مشكله في الثقه عند الدلو هنا. مجموعه تانيه، شايف شريكه ازاي؟ عشرة طويلة جدا، حب، عارفين الوش المألوف ده بتاعه اللي هو عارفه اللي بيطمن له، شايفك كده، وشخص عطاء يعني بتديله كتير، اداله اخد يعني بياخد منك كتير، انت بتديله حاجات كتير جدا. الطاقة ما بينكم فيها انهيار لشيء كان موجود في حياتكم وبينهار. الانهيار ده انا اعتقد ان هو يمكن حاجات كنت مستخبيه، كنت مخبينها على بعض. بانهيار البرج ده الصوره هتتضح، بس لما الصوره هتتضح هي مش هتتضح وخلاص، لا هتتضح وهيحصل معاها تداعيات كتير، بس في انهيار لشيء كان حاجب الرؤيه، ما كان اداله، ما كانش شايف، او شريك اداله ما كانش شايف حاجه معينه، وهيبتدي بقى ايه يشوفها وتظهر والحقيقه تبان. شريك الدلو نفسه في الطاقه اكتر، طاقه انتصار وقوه، مش قابل بالهزيمه، عايز برضو يبان زي الدلو بالظبط، انا ولا يفرق معايا، بس شريك الدلو شكله متبهدل اكتر، عايز ايه؟ عايز اتخانق، عايز اتخانق جامد، جواه غضب، جواه غل كتير 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 قوي الغل ده، بس شايفه ازاي؟ شايفه شخص كريم، يعني بغض النظر عن كل اللي بيحصل ده فهو شايفه ان هو شخص كريم وشخص عنده عطاء برضو، يعني ما شاء الله انتوا الاثنين عندكم عطاء شديد جدا. الشهر ده انتوا قاعدين بقى في حالكم تماما، مفيش اي حاجه، وفي عقرب طلع لكم من ورا عمال يلدع، مشاكل بقى، بيحطكم في مشاكل، في مشاكل جامده جدا ظهرت من بسبب هذا العقرب، ده شخص قريب، في ظلم وقع على حد، اما الدلو او شريكه، في ظلم وقع على حد فيهم، زعل، بعد، كل واحد رغم العشرة بقى، شايفين بقى العطاء والعشرة والمشاعر وكل الحاجات دي، في
في بعد، مش انفصال لكن بعد، والبعد ده دايما احسن، ده احسن احسن حاجه بتعمل في وضع اللي فيه ده. طيب مين مظلوم؟ مين تعبان؟ الله أعلم.